بسم الله الرحمن الرحيم. بفضل من الله وبعون منه قامت إحدى كتائب لواء البراء بالقبض على 48 من شريحة إيران الذين كانوا موجودين في مدينة دمشق في مهمة استقطاع ميدانية للأوضاع في المدينة. وأثناء التحقيق معهم تبين وجود أحد الضباط الإيرانيين العاملين في الحرس الثوري الإيراني. وهذه الوثائق التي كانت موجودة بحوزة هذا الضابط. هذه هوية هذا الضابط العسكرية. وهذه وثائق حمل السلاح الموجودة، رخص حمل السلاح الموجودة التي كانت معهم. وإننا نتوعد إيران ولكل العاملين والذين يقفون مع النظام بأن هذا النظام زائل لا محالة، ونتوعد إيران بضرب كل الأهداف التي الموجودة في سوريا، ومصير كل العاملين على الأرض السورية من الإيرانيين مصير هؤلاء الموجودين كأسرى ومقتولين بإذن الله تعالى والحمد لله. A few moments later. من حسن حسنی از همینجا سلام عرض میکنم خدمت همه مردم ایران و سال نوشون رو تبریک عرض میکنم و از همهشون درخواست دارم که برای آزادی ما یک کاری بکنن. میخوان تظاهرات کنن، میخوان هر کار کنن تا ما هم برگردیم پیش زن و بچه همون که ما عیدمون از دست دادیم، همجور اسیر اینجا موندیم. ما برای دولت رهبری اصلا اهمیتی نداریم. اگه مهم بودیم بعد از 100 روز برای ما این کاری انجام میداد و دولت خودش میدونه که ما اینجا چی کاری بودیم و برای چی کاری اومدیم. و برای دولت بشار اصلا اصلا آزادی ما مهم نیست و نمیخواد که ما رو با اسیران ارتش آزادی این کشور مبادله بکنه. و برای ارتش آزادی این کشور الو والا الو الو والا الو Ha 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 ha!